أعزائي وتلاميذ الصغار، أجدد اللقاء معكم. في هذا اليوم سوف نتعرف على الحركات القصيرة لحرف الواو. هل تعرفونها؟ هيا نراها معا. هل تعرفون هذه الحركة ما اسمها؟ إنها الفتحة، وهذه الضمة، وهذه الكسرة. أين توضع هذه الحركات؟ على الحروف. عندما نضع الفتحة على حرف الواو كيف يلفظ؟ والكسرة على حرف الواو، والضمة على حرف الواو. هيا بنا نتعرف عليهم. والآن عندما نضع الفتحة مع حرف الواو كيف نلفظها؟ و و. والآن سنضع الضمة فوق حرف الواو ونتعلم كيف يكون صوت الواو مع الضمة، أو. أما الآن سنضع الكسرة تحت حرف الواو ونتعلم كيف يكون صوت الكسرة مع حرف الواو، وي. والآن حرف الواو بالحركات مع الفتحة والكسرة والضمة. الفتحة مع حرف الواو مثل كلمة وردة، و. أما الكسرة مع حرف الواو مثل كلمة وعاء، وعاء. والآن عندما نضع الضمة مع حرف الواو مثل كلمة ورود، ورود. والآن هل عرفتم الحركات القصيرة التي توضع على حرف الواو؟ مع السلامة.